في مصطلح بقى منتشر الفترة دي وهو الذبحة الصدرية. فيعني ايه ذبحة صدرية؟ ذبحة صدرية يعني وجع في الصدر مرتبط سببه ضيق في الشريان التاجي للقلب. ايه تعريفه؟ وبيبقى ليه 3 صفات. الصفة الأولى إنه مرتبط بالمجهود العضلي أو العصبي، يعني وجع بيجي لك وأنت ماشي مسافات طويلة أو أنت طالع السلم. رقم 2 بيبقى أكتر في منتصف الصدر. رقم 3 إنه بيجبر صاحبه إن هو يرتاح عشان الوجع ده يروح فيقدر يكمل مشي أو طلوع سلم تاني، أو إن هو يروح بالبرشام اللي تحت اللسان. يبقى عرفنا إيه اللي المجهود هو اللي بيخليه يظهر، مكانه فين، وإيه اللي بيخلي الوجع ده يروح. دول ال3 صفات لو موجودين يبقى نشك خلاص في الذبحة الصدرية. طيب إيه أماكن الذبحة الصدرية؟ أكتر مكان هو منتصف الصدر، أوقات قليلة ناحية اليمين، وأوقات تانية بيبقى منتشر برضو ناحية الشمال أو الكتف الشمال أو الفك السفلي أو الرقبة أو فم المعدة، زي ما حصل مع مذيعة وتشخص إن هو جهاز هضمي وكان جلطة في الشريان التاجي للقلب. يبقى أي مكان من دول ظهر فيه وجع مرتبط بالمجهود المريض مش متعود عليه، وخصوصا لو معاه عرق شديد أو إحساس بالترجيع، لا لازم أشك في الذبحة الصدرية على طول. وفي الحالة دي لازم بروح المستشفى عشان أعمل رسم قلب عشان أستبعد الجلطة اللي هو ضيق تام في الشريان التاجي، أو إن في ضيق فيبقى جلطة مكتملة أو جلطة غير مكتملة، فنعمل إنزيمات قلب هي اللي بتحدد فيه جلطة أو لا. ووقتها لو لقينا في حاجة في رسم قلب على طول بندخل قسطرة عاجلة.